السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا شغالين ساعات بيبقى مطلوب مننا ان احنا نعمل بروجرس ميتنج وبنكتب فيها شغل خلص قد ايه. فخلينا مثلا نقول ان هنا لم يبدأ مثلا، وهنا اثناء التشغيل او اللي احنا شغالين عليه يعني، وهنا خلص، وهنا تحت المراجعة. هو احنا فعلا في البروجرس ميتنج بنعمل كده، بس بيبقى فيه اسامي تانية كده ابروفد و و والحاجات دي كلها. طيب اقول له مثلا ان ده بنسبة 10%، تمام اهوت، واقول له بقى ده مثلا خليها بدل ما 10 خليها 30، خلي ده مثلا 50، وهكذا. خلي ده مثلا 20، خلي ده 20، خلي ده 30، وهكذا. وخلي ده مثلا 30 وده 30، المهم يعني النسبة كده بينهم. طيب ممكن بقى تيجي تعلم على دول كلهم كده وتخش على insert وتيجي هنا على الباي ديت وتقول له خليهم اللي بالشكل دوت، عاملهم لك كلهم كهرباء وميكانيكا وانشائي ومعماري، وتقدر تختار الشكل اللي انت عايزه بالشكل دوت مثلا وزي ما انت عايز، مش مشكله خالص. بس صدقني مش تبقى مفهومه، الافضل ان احنا نفصلهم. الافضل اقول له انا عايز مثلا اغير، اخلي ده مثلا للجزء ده بس، تمام، فيبدا يجيب لي النسبه بتاعتهم، تمام. طيب ممكن ايه نروح عاملين سيلكت كده على الجزء دوت واقول له انا عايز اعمل انسيرت للجزء دوت، فهيقول لي النسبه قد ايه. واول ما اتغير في اي واحده فيهم هيبدا يغير الشغل كله بالنسبه دي. طيب ممكن تيجي هنا تقول له انسيرت وانا عايز اعمل بالشكل دوت، تمام، بس ما اكونش معامل سيلكت على حاجه. خليني اجي هنا واقول له انا عايز اعمل بالشكل دوت، تمام، بس هقول له خلي لي دي لهنا. يبقى انا كده عندي ده شغل الانشائي وده شغل المعماري. اجي برضه اقول له هنا انا عايز انسيرت للشكل دوت اهوت، واقول له دوت خليه لي لشغل الميكانيكا بالشكل دوت. فتبقى رايح الميتنج ومعاك الحاجه مفهومه بالشكل دوت، وفي اتفاق ان اللون دوت اللي هو الازرق ده ما بدأناش الشغل، اللون دوت احنا شغالين عليه. فمن غير ما يبص على الارقام هيبدا يبص هنا فهيفهم كل حاجه موجوده. وتقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز ازود ليجند في المكان اللي انت عايزه، وليكن مثلا بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اغير في التايتل وتزود، عايز احط ليبل معين بالشكل دوت اهوت. هنا هيحط لي الكلمه نفسها، وهنا هيظهر لي بس ايه النسبه اللي موجوده. واي واحد من دول هتعمل ابديتد هيتعمل معاك ابديتد هنا.